وحنلاقي الأعداد المطلوبة من المؤن والقرابين متسجلة هنا في اللوحة، وغالباً بيتم تعداد القرابين برقم 1000، وهي علامة زهرة نبات البرزي وبتتنطق خا. العطايا المطلوبة إلى روح المتوفى 2000 من الطيور. هنلاقي هنا كرر الكاتب شكل زهرة نبات البرزي مرتين علشان يعبر عن رقم 2000، وكان ممكن يكرر نفس علامة زهرة نبات البرزي لحد 9 مرات علشان يعبر عن رقم 9000، لكن هنا هو كررها مرتين علشان يقول 2000 من الطيور. وراها 1000 من الثيران. بعديها هنلاقي علامتين لنوعين من الخبز، وهنا مطلوب 1000 من الخبز من النوع الأول و1000 من الخبز من النوع الآخر. بعديها 1000 من الشعير و1000 من الألباستر و1000 من القماش.